سبا واشوف اللقطة محمد صلاح. انت لو ارسلت 100 داعية و100 معلم ومربي و100 سفير، ما راح يسوي اللي سواه محمد صلاح في بريطانيا. يا رجل الانجليز صار بعضهم يروح عند المسجد يقولون ترى شوف اذا زودت المباراه الجايه وسجلت جول بنقلب مسلمين. ها عندهم مهزوج الان في المدرجات. ايوه يعني شوف الرساله، مين يقدر يسوي لك يعني؟ ولا مؤتمرات ولا ولو شو تسوي يعني؟ لا يمكن حج هذه القوه الناعمه. انا الحمد لله ابو بدر عمري في حياتي ما عجزت اوصف اي حدث في حياتي، املك الحمد لله من الفصاحه اللي اقدر اوصف فيه اي شيء. محمد صلاح انا اعجز عن وصف ما يفعل اللاعب حاليا وما يمثله من ثقل في الدوري الانجليزي، ما يمثله من اخلاق، من رساله ساميه يقدمها. انا كل مره ازور فيها لندن حتى من الشعب البريطاني اسمع كلام عن اللاعب، حتى من الجمهور اللي ما يشجع ليفربول. بصراحه اللي قدم محمد صلاح رساله ساميه وشيء يشرف العرب كلهم، شيء والله الواحد يعجز انه يوصف الشيء اللي يسويه محمد صلاح والتاثير اللي جالس يعمله في الشعب بالكامل، في جمهور ليفربول. الرجل يعني الرجل قاعد يقدم يعني شيء كبير للدوري الانجليزي وللشعب المصري، للشعب العربي، للشعب المسلم. رساله ساميه قاعد يقدمها اللاعب، وامنيه امنيه امنيه اتمناها ان اللاعب يستمر على الاستقرار هذا. المدرب هذا كان مناسب لمحمد صلاح، فجر مواهبه باذن الله. يعني في تقارير قاعده تربط اللاعب بانديه اخرى، اتمنى ان محمد صلاح يكمل في هالفريق خصوصا في ليفربول مع هالمدرب، وباذن الله محمد صلاح باذن الله راح يكمل وراح يشرفنا اكثر واكثر. اللاعب صراحه يملك الكثير، واللاعب ما شاء الله يحظى بالكثير هناك. عادل، بعض اللاعبين يحب انه يتجاوز مرحله النجوميه، انه ليفنج ليجاسي مثل ما قلنا، ان يترك اثر. محمد صلاح مثل اللاعبين هذا يبغى يترك اثر، ما هو فقط كلها كوره. اتذكر حديث عبد الرحمن بن مساعد الله يمسيه بالخير، الرئيس السابق للهلال، قال مره انه في ادارات الانديه لا نستطيع ان نقوم بكل العمل الاجتماعي بشكل يعني كبير جدا، احنا علينا ان نقدم بقع ضوء هنا وهناك وهنا وهناك وهنا، ونحاول ان يعني نطور مثل هذه الامور باليات كثيره جدا. منهج سار عليه ايضا الامير نواف بن سعد رئيس الهلال الحالي، ان بقع الضوء، ان تقدم الجانب الجميل جدا، وخصوصا مثل ما تفضلت يا ابو بدر انه القوه الناعمه، والقوه الناعمه الان ترى انا اعتقد انها بدات تتغير وتذهب ابعد من قضيه القوه الناعمه. طيب، لا عليك ان تمثل نفسك، ان تقدم نفسك بشكل جميل جدا. برافو عليك يا محمد، برافو. طيب، في رساله جتني من كابتن